للوثبة من غير المهرجانات اللي في قطر والسعودية. مهرجانات يعني لا تعد ولا تحصى السنة. مشاهدينا متابعينا الأفاضل، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان. ينطلق شوطنا أيضا الشوط الخامس عشر لفئة الإبكار، فئة الجعدان المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق للجميع في هذا الشوط المميز الذي يأتي بالأسماء المميزة، يأتي بالشعارات المميزة بهذا المسار المتميز. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط المميز. مباشرة نبدأ لوافي حضراتكم بالأسماء المتقدمة وبصدارة هذا الشوط. ليجد الشبابي راشد بن سرداح بن عبيد الاكتبي يتقدم على المركز الأول، لكن اللي يتقدم هملول أحمد بن محمد بن راشد بن معدن يقدم لنا انطلاقة هملول. المركز الثالث الوصول من محذر محمد بن راشد بن مرخان يقدم لنا محذر بهذا المسار المتميز. المركز الرابع الوصول والقدوم من قبل أيضا شاهين أحمد بن عمر بن ربيع الاكتبي يتقدم مع شاهين على رابع الأسماء. المركز الخامس يأتينا الشبابي مصبح بن سيف الشاعر العليلي قادما على المركز الخامس. المركز السادس يتقدم فيه مبشر منصور بن سالم بن علي بن سليم يتقدم بهذه اللحظات متقدما بهذا المسار. أيضا مرحب سعيد بن محمد بن سالم بخليفة الاكتبي قادما بالمسار الرائع بالانطلاق المتميز. أيضا الوصول مع الكدري أحمد بن محمد بن دقاش بن محمد العامري قادما بهذه اللحظات. أيضا الوصول مع العابر حميد بن هاشم بن عبد الله بن خاطر الشامسي. الأسامي مميزة والتحديات مميزة تحمل المنافسة والإثارة في تاسع الأسماء عاشر المراكز. الأسامي قادمة والتحديات كبيرة في هذا الشوط. عودتنا إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى مقدمة هناك شوط مع محذر يا بن مرخان محمد بن راشد بن مرخان. من يسيطر بو أحمد على مجريات هذا الشوط؟ يسيطر على مجريات الشوط بالسيطرة المميزة بالسيطرة الرائعة على بداية التحدي والإثارة في المسار الرائع في المسار المتميز في هذا الشوط. المركز الثاني هملول أحمد بن محمد بن راشد بن معدن الاكتبي قادم على المركز الثاني، يتقدم على ثاني المراكز ليقدم لنا شعاره المتميز في المركز الثاني بالانطلاق المتميز بالاندفاع الكبير في ثاني الأسماء بالتحدي المميز وبالانطلاق الرائع والجميل. المركز الثالث الوصول مع الشبابي راشد بن سرداح الاكتبي يقدم لنا الشبابي وانطلاقات الشبابي في هذا الشوط المتميز في هذا الانطلاق الرائع. ايضا الوصول مع الشبابي مصبح بن سيف الشاعر العليلي يقدم لنا الشبابي ايضا على المركز الرابع. الاسامي قادمه والمركز الخامس يتدخل القادم والمتسلل مبشر منصور بن سالم بن علي بن سليم يقدم لنا مبشر على المركز الخامس. الأسامي مميزة والشعارات مميزة تأتي بالمسار الكبير، تأتي بالمسار المميز لتبحث عن الفوز والانتصار، ولكن محذر يا بن مرخان محذر محمد بن راشد بن مرخان الاكتبي أبو أحمد حاضرا مع محذر مقدما لنا محذر على بداية التحدي والإثارة مع المسار الأول في مسار المنافسة والتحدي والإثارة. المركز الثاني هملول حميد بن هاشم بن عبد الله بن خاطر الشامسي قادم مع المركز الثاني بالانطلاق المميز بالاندفاع المميز على ثاني الأسماء. المركز الثالث الوصول مع مبشر منصور بن سالم
بن علي بن سليم الكتبي قادما بهذه اللحظات، مقدما لنا شعاره المميز، مقدما لنا شعاره المميز الرائع في هذا المسار المتميز، في هذا المسار الرائع، في تحديات هذه الأسماء وانطلاقات هذه الشعارات التي تأتي بالمنافسة، تأتي بالتحدي الكبير، تأتي بالتحدي المميز لتبحث عن الفوز وتبحث عن الانتصار، تبحث عن الناموس في انطلاقة هذه الأسماء المميزة، في اندفاعة هذه الشعارات. ولكن محذر ببطولاته، محذر ببطولاته. يأتي على المركز الأول غادر عن الجميع، انطلق بالمسار الأخير. ما شاء الله تبارك الله يا أبو أحمد، يا أبو أحمد قدم نوعيات بالأمس وحصد على نقطتين، يظهر بسن الإذاعة ليأتي بالإبداع، والإبداع ليس غريبا على شعارك محمد بن راشد بن مرخان مع محذر صاحب البطولات صاحب الإنجازات في العام الماضي. ما ذاق طعم الهزيمة، وفي بداية هذا الموسم بأول اشتراك يحقق الفوز والانتصار. اسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الأداء الكبير، غادر عن الجميع ما شاء الله تبارك الله على الأداء المميز. بن معدن غادم مع المركز الثاني، مع المركز الثاني هملول أحمد بن محمد بن معدن للثبي إلى أبناء المدام هنا مع الفوز والانتصار، مع ناموس الشوط. سلامي عليك أحمد بن محمد بن معدن للثبي، مع هذا الفوز مع هذا الانتصار يحقق ناموس هذا الشوط. مشكور أبو محمد، مشكور على الأداء المميز. ثانينا والناموس يصل لخط النهاية معلن الفوز والانتصار. المركز الثاني محذر محمد برايد بن مرخان. المركز الثالث اللي وصلنا الكدري أحمد بن محمد بن دقاش. المركز الرابع أيضا منصور بن علي بن سريع. المركز الخامس لأيضا بسرداح. والمركز السادس بن هاشل. التوقيت الزمني 6:37. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وانتزاع ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس.